ولكن راح القدس الآن واحد أمين. حلقة جديدة مع قناة دكتور أوجستين. طبعا في فيديو سابق قلنا النهاردة صباحا كان احتفال بعيد نياحة القديس بابا نويل اللي هو قديس نيقلاوس أسقف مورا، وفي نفس الوقت عيد نقل جسد القديس تاج السريان قديس ساويرس الأنطاكي. جدير بالذكر انه وقف ضد قرارات مجمع خلق دنيا، وقلت لكم في احد الفيديوهات عن المجمع خلق دنيا انه في لغط جايز يكون تاريخي جايز يكون سياسي بالنسبة لقرارات مجمع خلق دنيا، رغم انها تؤمن وتؤكد على ايمانها بمجمع السابقة في الكنيسة الجامعة والبابا كرولوس عمود الدين، بابا كرولوس الكبير الاسكندري. ولكن كان يعتقد ان مجمع خلقدونيا يقسم طبيعتي المسيح كما حدث من النسطور، ولذلك كدافع القديس ساويرس الانطاكي بعد مجمع افسس وبعد مجمع خلقدونيا، ورفض قرارات مجمع خلقدونيا وأيد الإمبراطور أنستاسيوس، وواجه وجابه يوستينوس ويوستينيانوس اللذان كانا يؤمنان بالنسطورية، حتى أن يوستينيانوس حاول جاهدا أن يسترجعه بعد أن ذهب هاربا من الشر إلى مصر بلدنا في المرة الأولانية. ثم خدع يوستينيانوس الإمبراطورة لكي تجلب القديس ساويرس الأنطاكي مرة أخرى إلى بلده حتى يضغط عليه ويجعله يقبل الإيمان النسطوري، ولكنه عاد وواجهه فتم حبس القديس ساويرس الأنطاكي. وبعد ذلك هربته الملكة الإمبراطورة إلى مصر مرة أخرى، وحدث اضطهاد لرعيته كهنة وشعب، ولكن تهريبه كان ليس خوفا ولكنه كان للحفاظ على الأمانة الأرثوذكسية المستقيمة ضد النسطورية والفكر النسطوري الذي تغلغل في بعض عقول التاليين لأنستاسيوس من الإمبراطوريين. وحدث في الدير حدث عجيب عندما دخل أحد إلى ديور بمصر وأراد أن يتناول ويحضر القداس. الراهب الذي كان يقدس وكان له رتبة كانونية للتقديس طبعا، عند صلاة الصلح كما يشاع أو في أحد أجزاء القداس حدث اختفاء قربانة الحمل، فتعجب الراهب وخرج ليسأل الرهبان: هل اختفت القربانة نتيجة خطيئتي أم نتيجة خطيئة أحد منكم؟ ثم عاد للهيكل ووجد أحد الرهبان أو ملائكة ظاهر بشكل راهب نوراني يقول له: لا تستطيع أن ترفع الذبيحة ويوجد بطريرك معكم في الكنيسة. فتعجب الراهب ثم خرج من الهيكل ليشاهد أين هو البطريرك، وطبعا كان يعلم جيدا معظم على الأقل أشكال الرهبان الذين معه في الدير. ولما وجد
القديس ساويرس الأنطاكي قال له: أتسكت البطريرك؟ فأجابه في تواضع القديس ساويرس: نعم. ثم قدس القداس. احترام الكهنوت واجب، والتواضع من المناصب أيضا واجب، وهو درس نتعلمه من قديس عظيم من الكنيسة السريانية الأرثوذكسية. صلواته تكون معنا. رجاء محبة مشاركة الفيديو، عمل لايك وتعليق، وقابلكم في فيديو جديد مع قناة دكتور أوجستين. رجاء محبة مشاركة الفيديو، واللي جديد على القناة ضغط زر الاشتراك وتفعيل الجرس. شكرا لحضراتكم.